ايه اذا خلتنا فينا نخبر قصص بيطلع اكيد يعني ذكرى كتير قليمة بس علمتنا مثل ما قلت لك هلا يعني الشبيبة وجودهم بهالاندفاع الكتير كبير. عم نشوف انهيار انهيار بهاللحظات انهيار لأهداءات بيروت الجزء المتبقي يلي انهار بهاللحظة. نحن نقل مباشر عبر صوت فان الصومعتين نزلوا اتجاه الرياح جزء منه باتجاهنا نحن ميلة الشرق والاتجاه الثاني هو باتجاه الغرب. الصوت ما كان قوي جدا سمعنا أنجأ لحظة للانهيار ومن ثم عم ننقل مباشرة نقل مباشر عبر صوت فان فيسبوك يوتيوب للغبرة يلي غطت بهاللحظات كامل الإهراءات.